ردود أفعال انفرادنا بعقد عم شكشك. طبعا هو عمل صدى كبير جدا جدا داخل النادي، وإذا كان عمل حالة استياء في نفوس اللاعبين فعمل حالة استياء في نفوس جماهير الزمالك. صح، جماهير الزمالك زعلانة جدا 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 إن لعيب بالمستوى ده تم الاهتمام بيه بالشكل ده وتم تقديره ماليا بالصورة دي. عايز أقول لك على مفاجأة يا علاء. احنا امبارح قلنا 90 مليون، بعد ما جينا فرغنا العقد احنا كنا بنتكلم على اللي خده خالد بوطيب 90 مليون، لكن باللي خده نادي ملطية التركي اللي كان سايبه ببلاش اتضح ان نادي ملطية قفش 1.5 مليون يورو وحده، فقفز المبلغ. بص اجمالي العقد بالحبش كلانات بالملطية للتركي ببدل السكن ببدل الطيران ببدل السيارة بال129 ألف دولار منحة التوقيع كله بالظبط 125 مليون جنيه إلا كسور صغيرة جدا. لا خبر أبيض. بس أنا للأسف كلامي يستفيد دي بشكل مناسب يدفع فيه الرقم ده. طب اقول لحضرتك الجمهور زعلان جدا، اذا كان لعيبه الزمالك في حاله احباط لما اكتشفت قيمه الماليه للعقد، لان برضه جماهير الزمالك برضه في حاله احباط وزعلانه جدا. يا عم يا ال 100 ال 125 مليون تحل لك كل المشاكل وتجيب فرقه ثانيه. اكيد طبعا، لا المشكله كمان ان في لعيبه مهضوم حقها في الفرقه ولا تقدر ماليا بصوره مناسبه برضه، ولاعيبه كبيره ولاعيبه قدمت مستويات افضل من اللاعب ده بمراحل. يعني في لعيبه عقودها ما تعديش 2 مليون جنيه زي عبد الله جمعه، وفي لعيب رحل عشان تعديل العقد كهربا. طبعا هو خلاص الانباء كلها النهارده بتقول ان هو خلاص في النادي الاهلي خلاص. كمان مشكله البطاقه المؤقته دي هيلعب بيها برضه في الدوري المصري يا بيه. خلاص الموضوع منتهي، هو اصلا مشكلته اتحلت بالبطاقه المؤقته ومشى من البرتغال من غير مشاكل لانه دفع الشرط الجزائي. فطبعا لما لعيب بحجم كهربا وخبرته الدوليه ولعيب لعب منتخب شباب ومنتخب اولمبي ومنتخب اول يمشي برضه بسبب تعديل العقد، حد بيقول الاستاذ بدر مرسي بيقول لي 125 قيمه العقد. عم شكك اخذ كام فعليا على الورق والعقد؟ 90 مليون وكسور. انا بس برد على الناس اكل اللي بتسالني انا وانت، اللي خدوا عم شكشك 90 مليون وكسور والباقي حبش كلانات وملطية التركي. انت انا بعت لحضرتك النهارده تصريح اتفضل لوكيل اعماله. طلع لك اسمه دلوقتي. اللي انت اتكلمت معاه ده، يعني الاستاذ علاء انفرد بانه كلم وكيل اعمال عم شكشك والراجل كمان مش عاجبه ده بيهاجم الزمالك. هو اسمه كريم بولوك. كريم بولوك. ده احنا تواصلنا معاه عبر برضه عشان نبقى دقيقين عبر صحفي مغربي. تمام. عشان هو رافض خالص يتعامل مع الصحافه المصريه، لكن احنا في صحفي مغربي صديق اتكلم معاه وتواصل معاه، ووكيله كريم بولوك ده وكيل خالد بوطيب كشف لنا وقال لنا ان هو كان في اتصال بينه وبين مسؤول الزمالك، وهو بلغ مسؤول الزمالك ان اللاعب لن يتنازل عن اي مليم من الفلوس اللي فاضله له في العقد. صدق بالله عم شكشك لو قعد 100 سنه ما هيجيب ال 90 مليون اللي خدهم من الزمالك. هو متمسك انه يحصل على ال 2 مليون و400 الف يورو كاملين اللي فاضل له في عقده لو الزمالك فسخ من جانب واحد. صابر كمان للزمالك لو فسخ هيتجه ويشتكي النادي في الفيزا. صابر وراضي، اكونت صابر وراضي بيقول لك فعلا كريم فرق اسم وكيل اعمال خالد بوطيب، وده اللي النهارده صرح للاستاذ علاء قال له مش هنسيب مليم. خلي بالك انت عارف مستحق لي كام في يناير اللي جاي؟ هياخد كام؟ مليون و200 الف. لا بالظبط الا كسور، هي 1,129,000 يورو بس، تقول 1,200,000. قول لي بقى مين النادي المغفل في العالم اللي هياخد شكشك يلم كور؟ لا ما هو اللعيب اصلا، انا هكمل بس كلامي. اتفضل. الراجل كريم بولوك اللي هو وكيل اعمال خالد بوطيب فرق اسمه نبيل فرق فهره قاف.
ايوه تمام. يا يعني ترى عندك مسموعه ايه؟ لا اصل انا باكل فستق. طيب ماشي. المهم الراجل ده الوكيل تواصلنا معاه وقال ان مش هيتنازل على ولا مليم من قيمه التعاقد، وان هو مسؤول الزمالك تواصلوا معاه وهو بلغهم بالكلام ده، وقال لو الزمالك فسخ من طرف واحد اللاعب هيتجه للفيفا ويتقدم بشكوى ضد الزمالك وهيطالب في شكوته الحصول على قيمه العقد كامله والمبلغ اللي فاضله اللي هو 2 مليون و400 الف يورو. كمان عرفنا ان اللاعب هيعمل عمليه ثبته في فرنسا يوم الخميس، وان هو هيغيب اصلا عن التدريبات لحد شهر فبراير. بس طبعا احنا بنوضح للناس ان للاسف بالبلدي كده زي ما بيقولوا الزمالك شرب اللاعب بطيب ده، وان خالد بطيب متمسك بكل الفلوس ورفض جميع الحلول. الزمالك عرض عليه ياخد نص مليون دولار ويفسخ العقد بالتراضي ويرحل، اللاعب رفض. مليون دولار اللاعب رفض، متمسك بال 2 مليون و400 الف يورو اللي فاضل له في العقد مقابل ان الزمالك يفسخ في يناير عشان يرفعه من القايمه ويسجل بدلا منه الكونغولي كاسونجو. لان هو عارف ان بعد يناير طارق العجمي مساء الفل يا طارق، بيسمس عليك طارق العجمي قريبي من اسكندريه وعايز يعزمك على اكل السمك في اسكندريه. بص يا عم علاء، هو عارف ان بعد 30 يناير المستحق ليه المليون 200 الف يورو، بعديها يحق للزمالك فسخ العقد بدون ان يعود ليه طبقا لبنود العقد. وكون ان لاعب يوافق انه يفسخ في السنه الثانيه او الثالثه بدون شروط جزائيه، يبقى الصفقه مشبوهه. انت عمرك شفت لاعب يتقال له بعد السنة مشبوهه؟ مش عايزين نقول مشبوهه، يعني عايزين نقول ان هو ما لقاش دلع في اي نادي. نعتذر عن كلمه مشبوهه، على كان ربما تمس سمعه حد. صفقه غريبه. كمان الحاجه المحيره انه اللاعب الوحيد في الزمالك اللي ما فيش في عقده شرط المشاركه اللي هي ال 25% اللي بتتعمل لكل اللعيبه في العالم كله. فدي صدمه كبيره، لان الناس بتحط الشرط ده عشان يبقى فيه دافع للاعب انه يشارك في المباريات وانه يلعب، لكن لما لاعب ياخد فلوسه وقاعد على الدكه وقاعد في البيت او ما بيشاركش، ايه اللي يخليه يتعب ويشارك ويجتهد في الملعب؟ فطبعا ده برضه خطا كبير جدا جدا، وقع فيه مسؤول الزمالك خطا كبير جدا جدا. انا اتفق. ليه يعملوا كده؟ لان ده كده يعني بيقولوا للاعيب انت هتاخد فلوسك، لعبت ما لعبتش، اجتهدت ما اجتهدتش، نفذت تعليمات المدرب ما نفذتهاش، فلوسك في البنك هتاخد فلوسك هتاخد فلوس. طيب الاستاذ ابو اسامه بيسالك، بيقول لك اخبار ساسي ايه؟ لان يبدو ان في بركان تحت الرماد، هدوء ساسي قلق الزملكاويه. لا لا، ساسي مركز جدا مع ما تملاش ايدك او ما تملاش ايدك قوي. لا والله انا يعني مش عايز اقول، بس لا هو يعني وجه لي رساله ليا انا تحديدا يعني. وقال ان هو مركز دلوقتي، مش هيعمل اي حاجه ولا اي شيء، وهو تركيز دلوقتي في المباريات وان هو عايز يرفع مستواه الفني. واحنا مع كلامه اللي بعت لك بالرساله وندعمه بقوه، ونتمنى ان هو يضع في اعتباره الكيان والجماهير وليس الاداره. هو الراجل يعني في الفتره دي عايز يرفع مستواه الفني بصوره كبيره يعني. طيب اتفضل. محمد بدر بقى كان في مشكله خاصه بطبيب الفريق، وعايزين نقول محمد بدر ده من ضمن اللي اتفتح لهم حسابات سريه بالمخالفه للقانون. محمد عيد قصدي. محمد بدر ده اللي اتحبس، اللي طلع يكذب في موضوع النقاز. محمد عيد في مشكله نشرها الوطن ورد عليها الموقع الرسمي للزمالك، اتحفنا بقى وقول لنا المشاكل. مفيش، هو النادي الوطن نشر خبر على مسؤوليته طبعا، مش على مسؤوليتنا خالص. بيقولوا فيها ان في اجهزه طبيه اختفت من الفريق، ودي اجهزه خاصه بالعلاج الطبيعي، وكاتبين ان تم استبعاد محمد عيد احد اعضاء الجهاز الطبي بسبب الاجهزه دي، ونادي الزمالك رد عليهم في على الموقع الرسمي ونفى خالص مساله استبعاد محمد عيد، وقال ان محمد عيد مكمل مع الجهاز الطبي واحد افراد الجهاز الطبي، ونفى خالص مساله اختفاء الاجهزه الطبيه اللي ذكرها موقع الوطن. طيب الاستاذ وائل فوزي بيقول فكر الاستاذ علاء لو تكرمت واقرا تعليقي، فاكر يا استاذ علاء لما امير قال مع الغندور
ان صفقه خالد بوطيب ادي صفقه حسين الشحات 100 مره، ولا يمكن يدفع 150 مليون جنيه في لاعب زي الشحات وما ينفعك تقارن بخالد بوطيب؟ لا هو لو فاكر ماشي، انا مش فاكر، بس هو مش فاكر اذا كان لا انا فاكر اللي قال ده مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي. لكن انا مش ساعتها ساعه صفقه حسين الشحات كان في انتقادات عنيفه من رئيس نادي الزمالك على صفقه حسين الشحات، واتكلم ساعتها على المبلغ المالي الكبير اللي اتدفع في حسين الشحات، وقعد ساعتها يتكلم على ان ده مبلغ كبير يعني ما ينفعش يدفع في لاعب بالصوره دي وكده، وقعد ينتقد الموضوع بشكل كبير جدا. طيب طبعا ساعتها ما كانش حد يعرف ان الزمالك دافع المبلغ ده كله في خالد بوطيب. خلي بالك الاستاذ صابر رأى وراضي بيقول لك ان الشحات اكد وعلى لسانه ان صفقته تكلفت 70 مليون وليس 150 مليون. ممكن يكون بيتكلم على ممكن بيكون بيتكلم حسين الشحات على اللي حصل عليها مش اللي حصل علينا دي. يعني بس عشان نوضح للناس. طيب حصل ايه بقى برضه عشان يبقى منصفين، حسين الشحات سن اقل من خالد بوطيب طبعا. حسين الشحات كان قبل ما يمشي من المقاصة كان عامل مباريات جامده جدا، وكان يعتبر من نجوم الدوري المصري. لما راح العين الاماراتي لعب واثبت نفسه ونجح، فانا شايف طبعا ان هو افضل من خالد بوطيب بمراحل. انا بيعجبني جدا يا علاء انك انت في ملاحظتي بتتكلم في المنفعه للفريق والمنفعه الفنيه، زي ما ينفعك تقارن ساسي بخالد بوطيب من حيث المنفعه، ولا بوطيب بطارق حامد من حيث المنفعه. طبعا. طيب محمد عيد حصل معاه ايه بقى؟ مفيش، احنا بس عرضنا الكلام اللي قاله الوطن والكلام اللي رد عليه نادي الزمالك ان محمد عيد ما تمش استبعاده من الجهاز الفني. حقيقه بقى اللي كاتبه الوطن يسال عنها مساله ان في اجهزه طبيه خدها محمد عيد وعشان كده تم استبعاده، فيسال عنها طبعا موقع الوطن. بس طبعا الخبر ده عمل ضجه كبيره جدا جدا داخل النادي، وكان حديث الاعضاء وحديث اللعيبه، لان برضو محمد عيد ده في فترات سابقه كان قريب جدا من رئيس النادي، وفي الانتخابات الاخيره اللي نجح فيها رئيس النادي ضد الكابتن احمد سليمان، محمد عيد ده كان تم الاستعانه به من قبل رئيس النادي في الدعايه بتاعت الانتخابات والحاجات دي يعني. طيب طبعا من الناس القريبين منه، فعشان كده لما الوطن نشر الخبر اللي نشره ده، وزي ما بقول تاني ده على مسؤوليه الوطن، احنا ما مش قادرين ما لناش علاقه بيه، عمل ضجه جوه النادي. طيب في ناس عشان كده الموقع الرسمي بتاع النادي خرج على 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 صفحته، وخرج على الموقع رد ان محمد عيد ما خدش حاجه وان ما تمش استبعاده، لما الموقع الرسمي رد من قوه الخبر وانتشار الخبر بصوره كبيره. يا استاذ وائل فوزي مركز معاك، بيقول لك محمد عيد ده اللي كان بيرصد في الانتخابات على الكمبيوتر على المنصه وجبناه في كره بلدنا، الناس مش ناسيه. طيب الكابتن محمود فتح الله في كلام انه هيجي مدير كوره، ايه الاخبار؟ لا الكلام ده بس كده عرض من رئيس النادي يعني، مش في المرحله دي يعني، ممكن يجي في المستقبل. طيب ما هو اصلا كنا انفرضنا التفاصيل الماليه اللي تم الاتفاق بين الكابتن محمود فتح الله وبين مسؤول الزمالك امس، انفردنا بكل حاجه وقلنا التفاصيل الماليه الكامله اللي النهارده كل المواقع وكل الصحف اتكلمت فيها. وراح اتحاد الكوره واتنشرت صوره على الموقع الرسمي. طيب اتحاد الكوره زي ما قلنا امبارح برضه بالتفصيل. طب الناس بتسالك بتقول لك تصريحات امير انه هيسيب الفرقه واحنا عندنا انفراد، ان اللعيبه رفض التعامل تماما مع امير مرتضى. والله بص يا استاذ عبد الناصر، المعلومه اللي عندي ان امير مرتضى مش هيمشي، وان هو هيختفي لفتره وجيزه ثم هيرجع تاني يظهر على المشهد، ويرجع تاني رئيس النادي والده يتكلم على انجازاته ويتكلم على عبقريته ويتكلم على ان هو موجود مع الفريق وبيساند الفريق وبيحل كل المشاكل وكل الامور دي. فهو هيختفي فتره لكن لن يرحل عن المنصب، هيفضل مشرف على فريق الكوره، ولن يتم تعيين اي حد مشرف على فريق كرة الفترة المقبلة. طيب عندك ايه اخبار تانية؟ عندنا اخبار بقى مهمة جدا برضه زي الاخبار اللي احنا قلناها دي.
كارتيرون عقد جلسه مع لاعبي الزمالك وقال لهم ان مباراه بيراميدز اللي هتقام ان شاء الله الخميس مختلفه خالص عن مباراه اول اغسطس، وقال لهم ان طبعا بيراميدز من الفرق القويه جدا وفرق المستوى الفني بينهم وبين اول اغسطس كبير جدا، فلازم يستعدوا بشكل جيد ويركزوا جدا لان المباراه هتكون قويه وان المنافس من الفرق الجيده جدا في الدوري المصري. برضو قعد مع اوباما عمل معاه جلسه منفرده وجات لي معلومات ان هو بيطالب من اوباما انه يزود الدور الهجومي بتاعه. فمن الواضح كده ان اوباما هيكون عليه الاعتماد بصوره كبيره جدا في مباراه بيراميدز. طيب الاخ كوكا بيقول لك برضه ما تنساش تطمنا على محمود علاء، احنا قلنا ان محمود علاء سيغيب عن مباراه بيراميدز لان حصوله على الانذار الثالث في مباراه ام بي. انا لسه هقول بقول لك السؤال اللي قالوه يعني، انا اسف. تمام هكمل بس. اوباما طبعا كان نجح في صناعه الهدف الاول اللي سجله الزمالك في اول اغسطس عن طريق اشرف بن شرقي. في وعندنا النهارده بقى بنزل محمود علاء، عندنا اربع غيابات عن التدريبات، محمود حمدي الونش للاصابه، عنده جزء في العضله الخلفيه. طب لحظه بس اقرا الرساله دي، كان في حد بينتقدني وبيقول لي انت ليه مش راضي تقول استاذ حاتم سمير، كان نفسي ترد على تعليقي وتعترف انك غلطان في اسلوب انتقادك للاعب بطيب وتشبيهه بمين. استنى بس اقرا باقي الرساله عشان اكن ارد على الاصدقاء بس. خالد بطيب وتشبيهه بعم شكشك، انت فني فقط، بفكرك بالعمرة اللي انت لسه راجع منها يا حاج عبد الناصر. كلمة عم شكشك انا لا اقصد بيها الاستهتار، اقصد بيها ان هو كبير في السن كلاعب ولا يستحق، رجل طيب في الملعب. وعلى فكرة انا اول واحد في مصر قلت ان هو لاعب لا يليق ان يلبس تيشيرت نادي الزمالك، انا ما غلطتش ولا حاجة. وانا لو مدير فني وانا لو صاحب فريق عليا النعمة اجيبه ب 75 جنيه واقول له الاكل على حسابك. اتفضل. طيب بقول لحضرتك عندنا اربع غيابات النهارده عن التدريبات. محمود، طب لحظه انا اسف، لحظه الاستاذ محمد بيقول لك طب ما هو محمود علاء غاب عن ماتش الشرقيه، ينفع ولا الدوري حاجه والكاس حاجه؟ لا هو كلامه صح، انت على فكره لخبطتني لما قلت ان هو موجود. يا حبيب قلبي بعد اذنك، اجتماع لجنه المسابقات تم امبارح بعد مباراه الشرقيه، يوقفوا باثر رجع ازاي؟ وعشان كده انا هجمت لجنة المسابقات، قلت الاسبوع السادس اللي مباراة انبي لسه وقت فيها قرارات امبارح، مش امبارح قلنا القرارات انا وانت بتاع التغريم ميتشي وخمسين الف جنيه وايقاف محمود علاء مباراة، يعني ينفع يجتمع بعد مباراة الشرقية ويعتبر مباراة الشرقية اللي هو غابها للاصابة ايقاف؟ نسأل بكرة ولا نعمل ايه؟ انا المعلومه اللي عندي يا استاذ ناصر ما تدخلنيش في مساله لجنه المسابقات. تمام، ممكن يكون لجنه المسابقات اعلنت قراراتها للاعلان امس لكن خدت قراراتها قبلها، فاهمني حضرتك؟ قول لي انت ادرى مني هيلعب بيراميدز ولا بك هيلعب؟ خليني طب ابص يا استاذ بس اكمل الخبر ولا اقول لحضرتك محمود علاء اذنه. طيب اتفضل. تمام، محمود حمدي الونش غاب عشان عنده جزء في العضله الخلفيه، وعبد الله جمعه عنده اجهاد وقش كبله، الراجل ريحهم. بالنسبه لمحمود علاء، محمود علاء غاب للاجهاد وليس للغياب عن مباراه بيراميدز للايقاف. الجهاز قال ان الراجل واخد راحه سلبيه للاجهاد. طب خلاص يعني كده مش هيلعب يا علاء، كده مش هيلعب ليه؟ يعني هيلعب بيراميدز الشرقيه. الشرقيه غاب عن ماتش الشرقيه. طيب تمام، الله ينور عليك. هو غاب عن ماتش الشرقيه للاجهاد. مساله لجنه المسابقات ان هي اعلنت امس او اول امس ممكن تكون اعلنت الاسبوع كله او العقوبات كلها، لكن العقوبه الخاصه بنادي الزمالك انتهت بانتهاء مباراه الشرقيه، ان اللعيبه اللي غابت زي عواد، وعواد كان موجود في ماتش انبي كان واخد ساعتها الانذار الثالث. تمام، غاب في ماتش الشرقيه. تمام ولا لا؟ تمام، هيلعب عادي بيراميدز، مفيش اي مشكله خالص من ناحيته. محمود علاء نفس الكلام عليه، غاب ماتش الشرقيه برضه عشان الانذار الثالث، فهيلعب عادي بشكل طبيعي مباراه بيراميدز. خلاص يا بيه لا يفتى وعلاء في المدينه، انا بقول لك انت لا انا اقصد ان لجنه المسابقات طلعت قراراتها للاعلام متاخره، مفيش مشكله، لكن هو اللعيب خلاص نهى عقوبه الايقاف بتاعته.
طيب النهارده بقى هو ما جاش التدريب اللي جاب. الاستاذ موه دي اس او ام الاستاذ الام او اتش دي اس بيقول لي ارجو ترد، انت ليه بتكره الجزائر؟ انا استغفر الله العظيم، انا اكره الجزائر يا راجل؟ ده انا ليا اعز اصدقاء في الجزائر. انت باين عليك داخل لايف غلط. اتفضل يا علاء، هل لديك اقوال اخرى؟ عندنا عمر السعيد تعافى من الاصابه. عمر السعيد كان عنده شد خفيف لكن تعافى، وكان غاب بسبب الشد ده عن مباراه اول اغسطس، وهو النهارده شارك في التدريبات بصوره طبيعيه وجاهز لمشاركه في مباراه بيراميدز. طيب هل في عندنا حاجه بقى مهمه؟ اتفضل. هل في كلام عن كريم العراقي في الزمالك؟ حد يتكلم عن مين؟ كريم العراقي لاعب بالمصري. في دلوقتي الزمالك بس مش هيقدر يعمل صفقات في يناير لانه عنده مكان واحد بس. على فكره الاهلي برضه دخل في موضوع كريم العراقي. ماشي، انا بتكلم عن الزمالك. المعلومه اللي عندي ان الزمالك عايز يعمل تدعيمات قويه بس هتبقى بدايه الموسم من المنتخب الاولمبي. يعني بيفكر في احمد رمضان بيفهم لاعب دجله، بيفكر برضه في مروان حمدي مهاجم دجله رغم ان هو ما بيلعبش في المنتخب الاولمبي، بيفكر برضه في كريم العراقي، بس كل ده هيبقى في بدايه الموسم لان الزمالك ما عندوش في يناير غير مكان واحد استبدال، وطبعا المكان ده هو حجزه كاسونجو لان كارتيلون عايز مهاجم وشايف ان كاسونجو هيحل له الازمه اللي عنده في خط الهجوم. الله ينور، تمام. عندنا بقى رئيس الزمالك النهارده عمل فيديو مع كتير ديميتش مدرب الفريق السابق. ما تقولش انه شتمني. قلت لك عرفت انك شتمني. رئيس الزمالك بيحمل اللاعبين مسؤوليه عزل ميتشو، بيقول ان هو ما كانش عايز يمشيه لكن اللعيبه لما تضامنت معاه خد قرار ان هو يمشيه. فطبعا ده تبرير غريب جدا جدا، وتبرير بيدينا ايحاء ان ميتشو كان مكسر الدنيا وكان عظيم وكان عبقري وكان عامل نتائج جميله جدا، لكن رئيس الزمالك ظلمه لما اللعيبه تضامنت معاه. طبعا ده تصريح مش في محله، ميتشو كان لازم يرحل، ميتشو فقير فنيا، ضعيف فنيا، اللعيبه تضمنت ما تضمنتش، كان لازم الراجل ده يرحل، لانه لا يتناسب اطلاقا مع اسم ولا تاريخ نادي الزمالك. هل لديك اقوال اخرى؟ لدي بقى كهرباء من حوالي ساعه كده نزل صوره على حسابه الشخصي على الانستجرام فيها الايه القرانيه بيقول وينصرك الله نصرا عزيزا، وكاتب ليست صدفه انها رساله لك. طبعا هو خلاص كهرباء زي ما الناس كلها عارفه في يناير بالقميص الاحمر، فهو يعني بيقول ان ربنا واقف جنبه في الازمات والظروف الصعبه اللي مر بيها في الفتره الاخيره، وانه هو كده خلاص نهى كل خلافاته وكل مشاكله، وانه بالقميص الاحمر في يناير وهيعود تاني للدوري المصري من جديد. اشكرك ابو الزغاليل. اتفضل يا عبد الناصر مع حضرتك. صالح جمعه هيروح الاهلي الزمالك؟ لا مش هيروح الزمالك، ما فيش لعيب من الاهلي هيروح الزمالك. مفيش لعيب من الاهلي هيروح الزمالك. طب في لعيبه من الزمالك رايحه الاهلي؟ لا ولا لعيبه من الزمالك رايحه الاهلي. كهربا؟ غير كهربا بس خلاص. خلاص ما هو الاهلي هيعوز مين تاني؟ ايه؟ هيعوز مين تاني؟ خلاص ما هو خد الفرقه كلها في كهربا. طبعا كهربا لعيب مؤثر ولعيب جيد جدا، لما بيركز في الملعب بيعمل مستوى فني جيد، والواحد طبعا كان يتمنى ان كهربا يتم تقديره ماليا في نادي الزمالك بدل ما يحصل معاه اللي حصل ده، واتمنى ان بقى رئيس نادي الزمالك يعني يتدارك الخطا ده ويحل مشكله طارق حامد بدل ما يقعد يقول له انت بتعمل فتنه وانت عايز 20 مليون والكلام ده، يعني يجيب طارق حامد ويرضيك، ويجيب عبد الله جمعه ويرضيك، ويجيب محمود علاء ويرضيه، ويجيب جنش ويرضيه، ويجيب محمد عبد الغني ويرضيه، ويقفل هو بقى باب الفتنه. طب سؤال اللعيبه دي ماليا طب ويحافظ عليها لان اللعيبه دي لعيبه كويسه جدا. سؤال حلو وده اخر سؤال. ماذا لو خالد بوطيب صمم ولم يفسع ولم يتم فسخ تعاقده، مصير كاسونجو؟ خلاص كاسونجو كده هيتم اعارته لاي نادي مصر. في عنده نادي الاتحاد عايزه، في انديه كتير عايزاه. هيكمل في الدوري المصري. ويبقى يرجع الزمالك اول الموسم. اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ علاء على كل هذه الاضافات، وسلم لي على الاستاذ المحترم سامح،
وسلم لي على المهزوم زمانه ابو 140 اتهزم دلوقتي، قول لنا النتيجه والنبي. انا بعدت عنهم خالص، والنبي ما عاوز ارجع. والنبي ما هسيبك غير لما تقول النتيجه. بكره اقول لك، بكره اقول لك. اه والله العظيم تقول لنا النتيجه، انت لو اتغلب محمد تبقى كارثه. لو اتغلب احمد ابو صالح هسيبك. احمد ابو صالح لو اتغلب هتبقى كارثه. بكره اقول لك. ناكل سامح مخه وجمبري عشان يتغذى. لا ده عامل دايت دلوقتي، ده عايز يبقى شاب سمارت وبتاع. سلم لي عليها هو احمد ابو صالح جدا، وسلم لي على عم ارنب. ان شاء الله. سلم لي على عم ارنب جدا. عينيا يا استاذ عبد الله، عينيا. شكرا يا علوه، السلام عليكم. شكرا، السلام عليكم.